أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هنا سؤال يقول: هل هناك أخلاقيات معينة ينبغي للسائق أن يتحلى بها أثناء قيادته للسيارة؟ لا شك أن قائد السيارة ينبغي عليه أن يتخلق بأخلاق لا بد منها، منها في الحقيقة عدم الطيش، والطيش في القيادة له صور، منها السرعة ومنها عدم القيادة بصورة صحيحة. فينبغي على سائق وقائد السيارة أن يتخلق بعدم الطيش، ومنها أن يعلم أن هذا حق مشترك بينه وبين الآخرين، فيعطي حقوق الناس كما يحب أن يعطى حقه وهو يسير في الطريق. ومن الأمور الشرعية التي لا بد منها طاعة ولي الأمر فيما ينظمه في شأن قيادة السيارة، هذا مما يجب أن يطاع فيه ولي الأمر. وليس صحيحا أن الإنسان يقول: لا أنا أعرف بنفسي وأنا كذا. ولي الأمر قال: القيادة هنا لا تزيد على 120، يجب أن يطاع حتى لو كانت سيارتك من أفخر السيارات. ولي الأمر وضع نظاما للطرقات، يجب أن يلتزم هذا النظام، لأن هذا النظام وضع لمصلحة ظاهرة، وقد أوجب الله علينا أن نسمع ونطيع لولي أمرنا في غير معصية الله. نعم.